وانطلاقات المخصصة للسن الحولي والزمول وشعارات أبناء القبائل الحاضرة، مع أيضا انطلاقات الطفح ومسافة 6 كيلومترات. دعونا نبدأ بكشف الأسماء المشاركة والمنطلقة بمسيرة شوطنا 12 المخصصة للزمول المهجنات. لنبدأ مع المركز الأول، لنتابع شاهين على المركز الأول، محمد بن عبيد محمد بن ملف المزروعي على أول المراكز، يتواجد شعارة على المقدمة وعلى الصدارة. ثاني المراكز من الجانب الأيمن، وتابع تقدم ورسان خالد بن حمودة بن زفنة الحرسوسي، حاضر شعاره منطلق على المركز الثالث ومع المركز الثاني. ثالث المراكز، ثالث الأسماء، ثالث التحديات، نتابع انطلاقة الأسماء ووصول وانطلاقة من قبل الفارس المبارك محمد بن علي بن محمد بن حيدان على المركز الثالث. المركز الرابع، رابع التحديات، يتواجد شعار بن قطفة ينطلق مع المركز الرابع ليتواجد بهذه المسيرة وانطلاقة فريح راشد بن علي بن تخيل بن سالم المري. خامس المراكز، يتواجد مصدع سهيل بن محمد بن سالم العامري. المركز السادس، سادس الأسماء، حامل الرقم 6، ويتواجد البدع الأخيرية بن سالم بن سعيد بن حلوك. المركز السابع، من يتواجد بهذه اللحظات؟ الشارد العلي بن مصبح بن محمد بن مفلح الكتبي. المركز الثامن، ثامن المراكز، ثامن التحديات، مياس محمد بن علي بن دويس الخيلي. والمركز التاسع على انطلاقة تاسع المراكز، المركز التاسع، وتابع مشاهدي الكرام محبوب المبارك بن راشد الكتبي. المركز العاشر، وصل شعار بن مسعود لينطلق على عاشر التحديات مع المتحد وخالد بن ناصر بن راشد بن مجارح كما هو مدون، مع انطلاقة المركز العاشر بشعار بن مسعود. هذه هي الأسماء، هذه هي الشعارات الحاضرة والمتواجدة لندائنا الأول، وبانطلاقة الأسماء الكبيرة في حول الإنتاج، أيضا بنوك الإنتاج في حول المستقبل منطلقة مع هدير الزمول وانطلاقة الأسماء. تابعوا خلف العشر المراكز الأولى أسماء ما بعد حان تواجدها بالنداء، أعداد هائلة متواجدة بهذه الانطلاقة. ترقبوا جديد هذه الشعارات وانطلاقات الكيلوات المتأخرة عن ناموس هذا الشوط. نعود إلى الصدارة، نعود إلى القيادة، لنتابع أول المراكز، لنتابع متابعينا الأعزاء المقدمة مع الفارس. بدأ يتقدم الفارس ليبدأ بأيضا جولته الأولى وانطلاقته مع أول المراكز، كقائدا للأسماء مسيطرا كفارس مبارزا للانطلاقات مع المركز الأول. المركز الأول هذا والفارس مبارك محمد بن علي بن محمد بن حيدان، يقدم لنا شعار على أرضية هذا الميدان ليبدأ بالرقص الأصيل والجميل بانطلاقة أول المراكز. المركز الثاني، التقدم من المتحد، الله يا المتحد، بدأ يتحد غواه لينطلق على المركز الثاني ويتحد بانطلاقة على ثاني المراكز. تعود الملكية لخالد أو هنالك المتواجد ورسان، ورسان يتواجد على المركز الثاني. خالد بن حمودة بن زفنة الحرسوسي يتواجد شعاره على المركز الثاني ليبدأ مع تحدياته وانطلاقاته منافسا للفارس ومبارزته على المركز الأول والثاني. المركز الثالث، الله يا شاهين، هذا هو شاهين، يحضر شاهين بشعار يملأ العينين بانطلاقته وبتحدياته على المركز الثالث، أحد الماركات المعروفة لدى أيضا عشاق هذه الأصالة، ماركة شاهين اللي صالت وجالت وأيضا حظت على بصمات عديدة في الصغار والكبار ومع منافسات رياضات الآباء والأجداد. ليتقدم شاهين وشعار محمد بن عبيد محمد المزروعي على المركز الثالث. المركز الرابع، يتواجد مشاهدي الكرام فريح ليتقدم مع المركز الرابع ليفرح مالك بانطلاقته مع الأسماء
المتنافسة بمسيرة هذا الشوط تعود ملكية فريع لراشد بن علي بن تخيل بن سالم المري والمركز الخامس، خامس التحديات، خامس الأسماء. لنتابع الخماسية الماسية اللي تضم بأقطابها الخمسة هذه الأسماء الكبيرة. يتواجد البدع، وصل البدع ليقدم لنا ابداعاته مع انطلاقة المركز الخامس خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة، يتواجد منطلقة مع المركز الخامس المركز السادس، بدأ يتقدم ويتسلل من المركز العاشر حتى وصل سادس المراكز. المتحد وخالد بن ناصر بن راشد بن مجارح المركز ايضا السادس بانطلاقة المركز السابع، تابعوا سابع المراكز. القادم والواصل شهيد سلطان بن عبيد بن سعيد السبوسي وصل شعاره على المركز السابع. المركز الثامن بدأت الزمول تقترب بهذه اللحظات. القادمين الواصلين وصل شهيد سعيد بن محمد بن حليس الاعفاري احد المحاربين القدامى، ضيف عاني من السلطنة ومن ايضا سلطنة عمان، ليقدم لنا شعاره مع منافساتي وانطلاقاتي. ايضا السرعة المركز الثامن تقدم بهذه اللحظات الطاير، حاير طاير يا الطاير متى بيطير الطاير. وصل الطاير احمد بن عبد الله بن تريس الظاهري وصل شعاره متقدمة على المركز الثامن. المركز التاسع الله وصل عناد احد الاسماء المرشحة ايضا عند السجلات، هذا هو عناد سعيد بن مبخوت بن مسعود المري. يتقدم ايضا هذا الضيف العاني من ميدان الشحانية ومن دولة قطر، وهنالك الاسماء القادمة. وصل مليح وسلطان بن غالب السلطان المنصوري وصل يقلب الأسماء بانطلاقته بتواجده. أعود إلى الصدارة، بدأ الجد مع الزمول وبدأت الزمول بالهدير مع الكيلومتر الأخير. خلاص خلاص كيلو واحد متبقي عن السيارة عن الناموس عن التتويج، انطلق مع الصدارة، هذا هو الفارس على المركز الأول وعلى الصدارة. تابعوا شعار بن مقارع وصل ليتقدم أمام الأسماء ليتواجد مع المركز الأول. المتحد 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 بدأ المتحد يتحد غواه، ينطلق مع الصدارة، ينفرد مع المركز الأول. خالد بن ناصر بن راشد بن مقارع يتواجد مع الصدارة بن مقارع مع المقدمة مع القيادة ومع انطلاقة الصدارة. هذا أحد أيضا ضيوف ميدان الشحانية، أحد الضيوف الأعزاء القادمين من دولة قطر مع انطلاقة وانفرادة المركز الأول والصدارة ومع تواجد المتحد. المتحد مع المركز الأول، إذا يتابع الشاعر بن مسعود، بن مسعود يتابع هذا الشعار، يتابع شعاره بانطلاقته على الصدارة والمقدمة ومع انطلاقة أول المراكز. إذا نهني أبناء الشحانية، نهني بن مقارع، نهني أيضا بن مسعود على هذا الفوز المستحق وعلى انطلاق المتحد وانفرادته بأول المراكز. سلام وتحية واحترام لأبناء الشحانية على هذا الفوز المستحق وعلى لحظة انتزاع المتحد لأيضا أول المراكز. التاني والتبريكات لخالد بن ناصر بن راشد بن مقارع على هذا الفوز المستحق المركز الثاني. وصل مشاهدينا الكرام الطائر لأحمد بن عبد الله بن تريس الظاهر المركز الثالث. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء شاهدنا هذه الانطلاقة التي دارت ما بين الأسماء والشعارات الحاضرة المتواجدة. نذهب إلى التوقيت الزمني لنتابع المتحد، توقيت الزمن 9:36 ثمان أجزاء من الثانية. الثانية التبريكات لمالك المتحد خالد بن ناصر بن راشد بن مقارع على هذا الفوز المستحق وعلى انتزاعه لأول المراكز. المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء على ثاني المراكز اللي هو الطاير، توقيت الزمن 9:39 بدون اي زمن الثانية. التهاني والتبريكات نزل فايلي مالك الطاير احمد بن عبد الله بن تريس الظاهر المركز الثالث. كان الوصول مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء من قبل فريح، توقيت الزمن 9:41 الثانية بدون اي زمن الثانية. التهاني والتبريكات لمالك فريح راشد بن علي بن تخيل بن تخيل بن سالم المري على حصول فريح على المركز الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم.